Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع
فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وكن آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وكل آمنت بما أنزل وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وإليه المصير وإليه المصير
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر أزفت الآسفة أزفت الآسفة أزفت الآسفة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر أزفت الآزفة أزفت الآزفة
والمختفكات أخوي فغشيها ما غشت ففي أي آلاء ربك تتمنى هذا نذير من النذر أولي أزفة أزفة هذا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا
وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.